احنا هنبتدي شابتر 1 عندنا اوفر فيو عن يعني ايه فاينانشال ماركت وانستيتيوشن. قبل ما ابتدي اتكلم على يعني ايه فاينانشال انترميديرز او ايه يعني ايه فاينانشال انستيتيوشن، لازم اعرف ايه السبب اللي اوجد الاحتياج للفاينانشال انستيتيوشن. حاجتين، الاس اس يو والدي اس يو. الاس اس يو اللي هي السيربلس سبيندنج يونت، يعني الوحدات ذات الفائض اللي هم السيفر المدخرين، الناس اللي معاهم فلوس وعايزين يدخلوها في اي انفستمنت. طيب مين الدي اس يو؟ اللي هم الديفيسيت سبيندنج، يعني الناس اللي عندهم عجز في المال ومحتاجين ان هم يحصلوا على المال دول علشان يعملوا فاينانس للبروجكت بتاعتهم. يبقى انا دلوقتي عندي اس اس يو ودي اس يو. لو انا الاس اس يو والدي اس يو دول يعرفوا بعض انا مش هحتاج الفاينانشال انترميديرز، انما لو ما يعرفوش بعض يبقى انا لازم محتاجه تواجد الفاينانشال انترميديرز. يبقى احنا دلوقتي زي ما قلنا ان احنا عندنا اس اس يو اللي هي الوحدات اللي عندها سيربلس، وعندنا دي اس يو الوحدات اللي هي عندها عجز. طيب الاتنين دول لما يبقوا يعرفوا بعض ومتفقين مع بعض في الاحتياجات، يعني في الاماونت اوف ماني وفي الماتيوريتي وفي الريسك، وهما الاتنين يعرفوا بعض بيعملوا حاجة اسمها دايركت فاينانس. التمويل اللي بيتم بينهم او الانفستمنت اللي بيتم بينهم اسمه دايركت فاينانس، تمام؟ طيب لو انا عندي الاس اس يو ما يعرفوش الدي اس يو، بيبقى في حاجه تانية اسمها indirect finance. دي اللي بتحتاج الانترميديت فاينانشال كومباني ان هم يتدخلوا. طب ايه الفايده او البينيفيت اللي بتحصل لما بيحصل indirect finance؟ اول حاجه اللي هي denomination divisibility، يعني ان يبقى في امكانيه في الاماونت اوف ماني. دايما الاس اس يو بيفضلوا ان هم يعملوا ان سيف ل سمول اماونت اوف ماني، لكن الدي اس يو بيحتاجوا كميات كبيره من الماني. علشان كده الفاينانشال انستتيوشن بتقدر توفر احتياجات ده واحتياجات ده، تجمع السمول اماونت من الاس اس يو وبعدين تدي الكميات اللي الدي اس يو عايزها ايا كانت، تمام؟ طب تاني بنفيت ايه؟ الكرنسي ترانسفورميشن، ان ممكن يكون الاس اس يو بيحط فلوسه مثلا بالعمله المصريه بالجنيه المصري، ويكون الدي اس يو عايزها بالدولار او باليورو او باي عمله دوله تانية. فده اللي بيقدر يعمله الفاينانشال انترميديير، ياخد من ده اللي هو الاس اس يو العمله اللي معاه ويدي الدي اس يو العمله اللي هو محتاجها. يعني ممكن يعمل كرنسي ترانسفورميشن. طب ايه مزايا كمان للإندايركت فاينانس او ان وجود الفاينانشال انترميديير؟ الماتيوريتي فليكسبيليتي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي ان الدي اس يو بشكل عام بيفضلوا اللونج تيرم فاينانس، لكن الاس اس يو بيبقى افضل لهم وحمايه ليهم اكتر الشورت تيرم فاينانس، تمام؟ ف الماتيوريتي فليكسبيليتي دي بيقدر يوفرها الفاينانشال انترميديرز، ياخد من ده عشان يعمل فاينانس ل شورت تايم ويدي اللي هو عايز لونج تايم زي ما هو عايز. طيب في كمان الكريدت ريسك ديفرسيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني الانترميديت بيقدروا يعملوا مانج للريسك عن طريق evaluating و holding many different securities. يعني بيبقى عندهم تنوع في المخاطرة لأنهم بيبقى بيدخلوا في كذا استثمار. أنا لو حطيت كل فلوس يا جماعة في استثمار واحد وحصل إن الاستثمار ده فشل، بيبقى أنا خسرت كل فلوسي. دي اس يو بقى الفاينانشال انترميديرز ما بيعملوش كده، بيحطوا الفلوس في حاجة اسمها financial portfolio، يعني بيعمل investment في أكتر من project. فبالتالي لو بروجكت منهم فشل او خسر وفي بروجكت تاني نجح، يبقى الافرج بتاعه ان هو حقق مكاسب benefit، تمام؟ طيب اخر حاجة عندي اللي هي الليكويديتي. الليكويديتي دي يعني السيولة، يعني الانترميديرز بيقدروا يوفروا highly liquid لان هما بيبقى معاهم مبالغ كبيرة جدا،
فبيقدر ان هم يوفروا اي ليكويديتي، اي حجم من السيوله طلبوا الدي اس يو. يبقى احنا كده في الجزء اللي فات اتكلمنا على نوعين من الانفستمنت، دايركت، نوعين من الفاينانس، دايركت واندايركت. دايركت لما يبقى الاس اس يو اللي هي الوحدات اللي معاها فائض اللي هم المدخرين، والدي اس يو الوحدات اللي عندها عجز او محتاجه مال علشان تعمل الانفستمنت بتاعتها. لما الاثنين يعرفوا بعض يبقى ده بينهم وبين بعض حاجه اسمها دايركت فاينانس. طب لما الاثنين يكونوا ما يعرفوش بعض بنحتاج لحاجه اسمها ان دايركت فاينانس، اللي بنستغل فيه اللي هو الفاينانشال انترميديرز. والفاينانشال انترميديرز دول في كذا مزايا ليهم اللي احنا ذكرناها دلوقتي. يبقى السؤال لما يجي لنا هيقول لي عرفي الدايركت فاينانس او الاندايركت فاينانس، وايه البينيفيتس بتاعه الفاينانشال انترميديرز او بتاعه الاندايركت فاينانس. دلوقتي احنا بنسال نفسنا السؤال ليه الاس اس يو والدي اس يو ما بيفضلوش قوي الدايركت فاينانس، وبالنسبه لهم هو مش مريح، لان كل من الدايركت فاينانس بيحتاج ان الاس اس يو والدي اس يو يلاقوا بعض، يعني يكونوا يعرفوا بعض، ويبقى كمان في بريفرنس يعني في تفضيل للاماونت والماتيوريتي والريسك. وده ما بيحصلش دايما، لان ممكن يكون زي ما قلنا قبل كده ان ده عايز اماونت اوف ماني اكبر من ده، وده عنده استعداد يتحمل ريسك، ده ما عندوش استعداد يتحمله. فبالتالي بحتاج للانترميديرز، لان الانترميديرز دول بيدوا بروفايد اول بارتس تشويسز اباوت فاينانشال اكتيفيتي، يعني بيدوا لكل واحد اللي هو عايزه بالنسبة للنشاط المالي بتاعه، and drive cost down through competition. وكمان بيلاحظوا مسألة العلاقة التكاليف علشان تبقى زي الوسط اللي حواليهم، الكومبيتيشن او الديفرسيفيكيشن والايكونوميك اوف سكيل. يعني بيلاحظوا ان دايما يبقى الكوست اقل، يبقى الاسعار بتاعتهم مناسبة للمنافسين، ان يبقى في تنوع في الاستثمارات بتاعتهم، عشان قلنا زي ما قلنا قبل كده يبقى كمية المخاطرة او حجم المخاطرة اقل. اوكي، بعد ما عرفنا يعني ايه اس اس يو ويعني ايه دي اس يو، وعرفنا يعني ايه دايركت فاينانس واندايركت فاينانس والبنفيتس بتاعت الاندايركت فاينانس، نبتدي بقى نعرف ايه هو الديفينيشن او وات از مينت باي فاينانشال انترميديشن. هنا financial intermediation is the process by which financial institution mediate unmatched preferences of DSU and SSU. يبقى معنى كده ان هي عبارة عن الجهة اللي بتقدر تعمل match بين الـ DSU والـ SSU. تمام؟ هنا بقى هبتدي اتكلم عن الفاينانشال انستتيوشنز كلاسيفيكيشن. انا ممكن اقسم او ايه تصنيفات او ايه انواع الفاينانشال انستتيوشن. اول نوع عندي اللي هو ديبوزيتوري انستتيوشن، اللي هي زي مين؟ زي الكوميرشال بانك، زي الثريفت، زي الكريديت يونيونز. تمام. ايه النوع التاني؟ اللي هو الكونتراكتوال انستتيوشن. ايه امثله الكونتراكتوال انستتيوشن؟ الانشورنس كامباني والبرايفت بنشن فاند والستيت اند لوكال جوفرنمنت. النوع الثالث اللي هو الانفستمنت فاند، اللي هو زي الماتوال فاند والماني ماركت ماتوال فاند. اخر نوع اللي هو الاذر انستتيوشنز زي الفاينانس كامبانيز وزي الفيدرال ايجنسي. لما بيجي سؤال في النوع ده يا جماعة بقول لك قول لي ايه هو الكلاسيفيكيشن بتاع الفاينانشال انترميديرز، حضرتك بتقول لي الكام نوع دول والتصنيفات ايه اللي تحته، وكل حاجة من دول بعد كده في المنهج هنتكلم عنها بالتفصيل.